أبناء وبناتي طلبة بكالوريوس الطب والجراحة الدارسين للجراحة العامة، This is Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt in a series of surgery made easy for undergraduate medical students. We are studying surgery from manual of surgery, a book written by students for students. وقفنا المرة اللي فاتت عند البيولوجي بتاع كارسينوما of the breast وقصة الريسبتورز، الاستروجين ريسبتورز وال بروجسترون ريسبتورز إلى آخره. الموضوع ده مهم جدا لأن هو بيحدد البلان اوف تريتمنت وبيحدد البروجنوزس بتاعت العيانة. كان زمان لاحظوا إن في سيدات عندهم ورم كبير ورغم كده بيعيشوا مدة معقولة والبروجنوزس بتاعهم كويس، وسيدات تانيين رغم ان الورم صغير انما الميتاستاسيز كتيرة واللايف اكسبكتنسي بتبقى قليلة والبروجنوزيس بيبقى وحش. فابتدوا يفكروا ايه البيهيفير بتاع الورم، ايه اللي بيحدده وايه اللي بيخليه اجريسيف وايه اللي بيخليه سلولي جروينج، واهتدوا لقصة الريسبتورز. الريسبتورز دي بروتينز موجودة انتراسيلولار في الخلايا بتاعت الثدي، في منها استوجين ريسبتورز وبروجسترون ريسبتورز، ودي عبارة عن حاجة زي كده اللي اخيلها ان هي زي مفتاح على جدار الخلية. الاستوجين او البروجسترون لما بيركب في المفتاح ده بيبعت اشارات للنيوكلياس بتاعت الخلية بيخليها تكبر وتنقسم وتبقى امورتال خالدة، يعني سرطان تنقسم بلا حساب وما تموتش. وبالطريقة دي بيعزز كبر الورم وانتشار الورم. والريسبتورز دي موجودة في حوالي من 50-80% من السيدات اللي عندهم كارسينوما of the breast، وموجودة بدرجات متفاوتة وبتركيز متفاوت من واحدة إلى أخرى، وبتزيد قوي في السيدات اللي هم post menopause. دي قصة الريسبتورز. المعلومة دي مهمة جدا ليه؟ لأن احنا لو لقينا أي دواء ممكن ينقص نسبة الاستروجين في جسم السيدة أو أي دواء ممكن يعمل بلوك للريسبتورز دي زي كده ما بتحط صمغ كده في الفتحة بتاعت المفتاح محدش يعرف يستخدمه، بالطريقة دي بتحرم الخلايا من التروفيك افكت بتاع الاستروجين والخلايا في الورم الأصلي بتموت وفي الميتاستاسيس بتموت. فدي قصة الاستروجين والبروجسترون ريسبتورز. ووجدوا طبعا ان السيدات اللي هم استوجين وبروجسترون ريسبتور بوزيتيف بيعيشوا اطول والديزيز فري سيرفايفل عندهم اكتر، يعني البيريود اوف تايم فري اوف ريكارنس اعلى، والريسبونس للتريتمنت احسن من السيدات اللي عندهم الاستوجين والبروجسترون نيجاتيف. وبالتالي مهم جدا في اي سيدة عندها سرطان ان هي تعرف او انت تقول لها الستاتس بتاعت الريسبتورز عندها، هل هم بوزيتيف وقد ايه، مش بس بوزيتيف وبس، it should be checked and measured. اوكي، لان طبعا ممكن جدا تستفاد من التاموكسفين واللي هو بيعمل بلوكينج للاستروجين ريسبتورز، وفي قاعدة ان كل السيدات اللي عندهم سرطان في الثدي هيستفادوا من التاموكسفين ما عدا البريمينوبوزل اللي هي ER وBR ريسبتور نيجاتيف. يبقى الست اللي هي البريمينوبوزل اللي هي استروجين ريسبتور وبروجسترون ريسبتور نيجاتيف هي بس اللي مش هتستفاد من التاموكسفين، بقيت الناس هيستفادوا من التاموكسفين بيتاخد لمدة 5 سنين، بيتاخد لمدة 5 سنين مش أكتر من كده لاعتبارات هيجي ذكرها. وبعدين وجدوا إن في ريسبتور تاني اسمه هير 2 نيو ريسبتور.
human epidermal growth factor receptor 2، لان في منه 1 و2 و3 و4 هم مركزين على 2، ونيو لان هو اول ما اكتشف في نيورولوجيكال تيومر. الريسبتور ده موجود على الممبرين اوف مالجنانت سيلز، وبرضو نفس الفكره وجدوا ان الست اللي عندها الخلايا السرطانيه فيها الريسبتور ده بكثره الخلايا بتبقى فيري اجريسيف والبروجنوزس وحش، لان ايه الريسبتورز ده بيبعت سيجنالز للنيوكليوس ان هي تتكاثر وايه وتنمو في الورم الاصلي البرايمري او في الميتاستاسيس. وجدوا ان الريسبتورز ده بريزنتد او اكسبريست في 50% من حالات السرطان. ولما بنجده وبنكشف عليه بالاميونو هيستو كيمستري معناها ان الست دي عندها هاي جريد تيومر اجريسيف والبروجنوزس بور. انما الجود نيوز ايه؟ ان هما اكتشفوا دواء مونوكلونال انتي بودي عمل ثوره وعمل انقلاب في البروجنوزس بتاع الستات اللي هما هير 2 نيو ريسبتور بوزيتيف اسمه تراستوزوماب او هيرسبتين. الدواء ده بلوك الريسبتورز ديه و بيمنع النمو وتكاثر الخلايا السرطانيه في الورم الاصلي وفي الايه وفي الميتاستاسيس. وجدوا برضو ان الست اللي هي عندها هير 2 نيو ريسبتور بوزيتيف بتستجيب للادريامايسين بطريقه فيفرابل. ادريامايسين ده سايتوتوكسيك دراجز. اوكي، يبقى اذا مهم جدا ان انت في التشخيص مش بس بتشخص ان في واحدة ست عندها سرطان في الثدي، بتطلب من المعمل سواء من الاكسيجنال بيوبسي اللي انت خدتها او من النيدل كور بيوبسي ان هو يحدد لك الريسبتورز، لان الست هتسألك عليهم هتقول لك انا موقفي ايه في الاستروجين والبروجسترون ريسبتورز والهير 2 ريسبتورز. اوكي، طبعا ما بنقدرش نحدد المستقبلات دي او الريسبتورز دي في الفاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي، انما ممكن نعرفهم في الكور بايوبسي ترو كات نيدل بايوبسي او طبعا في الاكسيجنال اي بايوبسي. الريسبتورز دي كلها بتتقاس بحاجه اسمها اميونو هيستو كيمستري، من الاسم اميونو يعني ايه؟ يعني اعتبر الريسبتور انتيجين، ففي المعمل بيحطوا انتي بودي على الانتيجين ده فبيحصل ايه؟ تفاعل، بيمسكوا بعض، عشان كده هي اسمها اميونو. لما الانتيجين يمسك في الانتي بودي في التشو عشان كده هيستو. علشان تعرف اذا كانوا مسكوا بعض ولا لا محتاج تضيف مواد كيماويه علشان تشوف تحت الشريحه لون معين تعرف فيها انتشار وكميه الايه الرياكشن ده. عشان كده التست ده اسمه ايه؟ اميونو هيستو كيمستري. اميونو هيستو كيمستري. اوكي، وده اللي بنكشف بيه على الريسبتورز سواء الاستروجين او الهير 2 او الريسبتور الجديد اللي هو اسمه كي 67 هنقوله كمان شويه. اوكي، ففي 25% من السيدات عندهم اوفر اكسبريشن للهير 2 ريسبتورز، يعني موجود بكميه اكبر من الطبيعي، وده بيخلي تيومر اجريسيف وميتاستايزنج. اوكي، والوضع هيبقى سيء جدا عند الست اللي عندها هير 2 بوزيتيف وهي في نفس الوقت ER نيجاتيف، البروجنوزس هيبقى بور. الدواء اللي عمل ثوره وعمل بلوكينج بس غالي طبعا اللي هو ايه تراستوزوماب اللي هو هيرسبتين. ايه الثوره اللي عملها؟ هو تراستوزوماب تدي للست الهيرسبتين يدور على الخلايا اللي عليها هير 2 بس ويعمل لها بلوكينج. فطبعا احسن من السيتوتوكسيك دراجز والكيموثيرابي، لان الكيموثيرابي مش سبيسيفيك للخلايا السرطانيه، هو بيقتل اي رابيدلي ديفايدنج سيلز في السيده دي زي الهير فوليكلز وزي جي اي تي. فالسيتوتوكسيك دراجز والكيموثيرابي عشان كده الست بتعاني من الايه من تساقط الشعر ومن الاسهال الى اخره. انما تراستوزوماب او الهيرسبتين ده اسمه ايه الماجيك بوليت،
يعني بولت انت بتسددها على خلايا معينة. الخلايا دي اللي هي الخلايا السرطانية فقط اللي عليها الريسبتور هيرتو فقط، فدي بس الخلايا اللي هي بتموت بعد تعاطي الدواء هيرسبتين او تراستوزوماب. اوكي، وطبعا ايه على حسب كمية التراستوزوماب في الورم بيبقى 1 بلس 2 بلس 3 بلس. اوكي، وفي حاجة تانية بقى كمان بتتعمل عشان نعرف التيومر بيولوجي في السيدات دول، حاجة اسمها دي ان ايه مايكرو اري. دي ان ايه مايكرو اري هيجي ذكرها بعد شوية. اوكي، هي عبارة عن ايه، ان انت بتشوف سلوك الدي ان ايه بتاع المالجنانت سيلز مع النورمال سيلز، والمايكرو اري ده في المختبر عبارة عن نسق للجينز، فبيشوفوا مين من الجينز اوفر اكسبريست في الخلايا السرطانية عشان يقدروا يغيروا وموديفاي ويحددوا البلان اوف تريتمنت. عيبه طبعا ان هو ايه اكسبنسيف. في بقى تيومر ماركر تاني غير الهيرسبتين لازم تعرفه، اسمه كي 67. كي ده اللي هي الكلية او اللي في المانيا اللي هي اكتشفت الريسبتور ده، واحفظه 67 اللي هو عامل نكسة. كي 67 ده بيبقى بيزود السيلولار بروليفريشن، فلو قدرنا بالاميونو هيستو كيمستري نقيسه في التشو بتاع الخلايا السرطانية بتاعت السيدة دي نقدر نعرف البروجنوزس، نقدر لو هو ممثل واكسبريست بصورة عالية كبروتين بالاميونو هيستو كيمستري يبقى ده بور بروجنوزس، لو اقل يبقى ايه جود بروجنوزس. اوكي، طيب الالجوريزم ده بيتكلم عن ايه؟ بيقول لك ايه مثال الالجوريزم، ايه الانفستيجيشن اللي هتعملها لواحده ست عندها 40 سنه اكتشف عندها سرطان في الثدي او سسبيشس لامب سسبيشس فور كارسينوما حجمها 5 سنتي ومعهاش لمف نود. يعني الست دي من ناحيه التي تعتبر ايه تي 2، لان تي 2 من 2 ل 5 وما فيش لمف نود تبقى ان 0 وما فيش متاسس تبقى ام 0. دي هتعمل لها ايه؟ للمراجعة احنا قلنا بنعمل لها 1 2 3 مجموعات من الابحاث، مجموعة عشان نأكد ان عندها سرطان، ومجموعة ترول اب متاستاسيز اللي هي متاستاتيك ورك اب، ومجموعة عشان نشوف الفيتنس فور انستيجيا والعمليات الجراحية. الفيتنس اللي هي ايه السي بي سي وليفر فانكشن تيست والكيدني فانكشن تيست، فبتعمل لها بتشوف عندها انيميا ولا لا، وبتعمل لها تشيست اكس راي عندها متاسس ولا بلورال افيوجن ولا لا، وبتعمل ليفر فانكشن تيست عشان لو كانوا عاليين شك في ليفر متاستاسيس اطلب التراسونوجرافي اطلب سي تي، وخصوصا لو كان الالكالين فوسفاتيز عالي. المجموعه اللي هي متاستاتيك ورك اب بتعمل تشيست اكس راي او بتعمل سي تي تشيست بتدور على متاسس او بلورا افيوجن، تعمل التراسونوجرافي على البطن لو عندها هيباتوميجالي، تعمل بون سكان مش لكل السيدات، لو الالكالين ست دي تي 2 ان او ام او ام ان 0 ام 0، لو الالكالين فوسفاتيز عندها عالي او هي بتشتكي من وجع في ظهرها او وجع في العظام او وجع في الفيمر او وجع في الهيومرس تعمل لها بون سكان. انما لو الاي ال بي مش عالي او ما هياش سيمتوماتايزنج في معظم الاحيان مش هتلاقي في البون سكان حاجه، فهيبقى ايه مصاريف على الفاضي. اوكي، ايه بقى مجموعه الابحاث اللي انت بتتاكد بيها ان هي عندها لان هي سسبيشس فور كارسينوما؟ فطبعا بتعمل ماموجرافي، الماموجرافي طلع البيراد جريد ايه 4 يعني اللي هو ايه suspicious for carcinoma، فطبعا لازم تعمل ايه بيوبسي. هم وصفوها كده في البيراد ليه؟ لان لقوا فيها مايكرو كالسيفيكيشن ولقوا speculation يعني فيها علامات المالجنسي في الماموجرافي، فبتطلب لها ايه بتطلبها fine needle aspiration cytology، والاحسن ان انت تطلب ايه كور كات بيوبسي. ليه؟ لما عملوا fine needle aspiration cytology ما لقوش evidence of malignancy، بس ايه still يعني معنى كده التريبل assessment ايه في ضلع من التريبل assessment مش متفق مع الاضلاع الاخرى اللي هو ان هي clinically ايه suspicious for malignancy.
اوكي، فمش هتوقف عند المرحله دي، هتطلب ايه؟ ترو كات بيوبسي. لما طلبت الترو كات بيوبسي هياكد لك ان عندها سرطان، وما تنساش طبعا تطلب ايه؟ اميونو هيستو كيمستري للريسبتورز اللي هو الاستروجين والبروجسترون والهير 2 والكي 67، وممكن تطلب ايه؟ الدي ان ان مايكرو اراي. اوكي طيب، فاتفقنا ان الدي ان ايه مايكرو اري ده قصته انه هو في المختبر بيبقى فيه مايكرو اري بيحتوي على جينز كتيره بالالاف، وفي نفس الوقت بتقارن ارتباطها او سلوكها مع الدي ان ايه النورمال اللي جاي من النورمال سيلز مع الدي ان ايه اللي جاي من المالجنانت سيلز، عشان تشوف اني جين هايلي اكسبريست في الاورام الايه السرطانيه. اوكي طيب، الباثولوجيكال ايفالويشن اوف كارسينوما اوف ذا بريست اصبح مهم جدا زي ما اتفقنا، عشان يحدد البروجنوزس، الست دي هيبقى عندها ميتاستاسيس في العشر سنين الجايين ولا لا، وهيجي لها ريكرنس ولا لا بعد العلاج، فبيحدد البروجنوزس وبيحدد العلاج في نفس الوقت. لان لو اتضح من دراسة الباثولوجي بتاعت الورم ودراسة السب تايبس بتاعت اورام الثدي ان هو اجريسيف، يبقى لازم نبدأ بايه؟ نفكر ان احنا نديها كيموثيرابي، لان الكيموثيرابي بتتاخد ليه؟ لما يكون الورم البيولوجي بتاعه اجريسيف، معنى كده ان في خلايا نائمه سموير في جسم الست دي، في البونز، في اللانجز، في الليفر، في البرين، لم تعبر عن نفسها يت، هي خلايا نائمه، الحق تقتلها بالكيموثيرابي قبل ما تعبر عن نفسها، وبالتالي تزود ال 5 year او ال 10 year free survival بتاعت الست دي، وتزود فرصها في النجاة من سرطان الثدي. فطبعا بندرس تيومر بيولوجي بالـ TNM وبالريسبتورز وبالهير 2 وبالكي 67 وبحاجة اسمها SBR. ايه الـ SBR دي؟ اللي هي تلات علماء اللي اكتشفوها، سكارف، بلوم، وريتشاردسون. سكارف، بلوم، وريتشاردسون، SBR. التلات علماء دول قالك احنا ممكن نقيم اي ورم سرطاني لو درسنا فيه تلات حاجات. ايه التلات حاجات دول؟ النيوكليار بليومورفيزم، النواة بتاعت الخلايا السرطانية قد ايه هي مختلفة عن بعضيها، قد ايه هي متعددة، قد ايه هي متغيرة في الشكل. والنقطة التانية التيوبولار فورميشن بالنسبة لسرطان الثدي، كم في المية تحت في الشريحة تحت الميكروسكوب عامل تيوبس، يعني يشبه الخلايا الأم بتاعت الثدي. وميتوتيك فيجرز قد ايه، كم في المية من الخلايا السرطانية اللي هي موجودة في الشريحة اللي بيدرسها الباثولوجيست في حالة انقسام. طبعا الأورام الشرسة بيبقى فيها الثلاث حاجات دول ممثلة بطريقة عالية، يعني هتلاقي فيها نيوكلير بليومورفيزم عالي جدا، هتلاقي نسبة قليلة من الورم يشبه الخلية الأم أو البريست الأم اللي هو من غير سرطان، يعني نسبة التيوبيولز قليلة، هتلاقي نسبة الميتوتيك فيجرز عالية جدا في الخلايا في حالة انقسام في الشريحة تحت الميكروسكوب عالية. وبيدوا بقى سكور لكل واحد من الثلاثة بارامترز دول. لو مثلا بيدرس النيوكلير بليومورفيزم، لو لقى النيوكلير بليومورفيزم قليل بيديله سكور 1، لو لقاه عالي جدا بيديله سكور 3. بيدرس الميتوتيك فيجرز، عدد الخلايا السرطانية اللي فيها في حالة انقسام، لو لقى عددهم قليل يديله سكور 1، لو لقى عددهم كتير يديله سكور 3. بيدرس كمية الأشكال اللي هي عاملة أنابيب أو تيوبيولز في الشريحة تحت الميكروسكوب، يعني إيه عندها تندنسي إن هي تشبه الجلاندولار تيشو الأصلي بتاع الإيه الثدي. لو النسبة عالية يعني إيه فيهم الخير، يعني نسبة كبيرة منهم فاكرين المذر سيل، يبقى إيه السكور واطي. لو ما فيش حد فيهم فاكر الخلية الأم خالص وعامل تيوبيولز، يعني بعيد عنها خالص، اللي هو في قول آخر أنا بلاستيك، يعني يبقى ياخد سكور 3، ياخد سكور عالي. طبعا السيدة اللي هي الورم بتاعها هياخد سكور عالي، هيبقى جريد 3 اللي هو باد بروجنوزس،
يعني ايه الديفرنشيشن او الشراسه بتاعت الورم بتاعها عالي. اللي هتاخد سكور قليل هيبقى جريد 1. فالست هتسالك انا ويل ديفرنشيتد ولا مودريتلي ديفرنشيتد ولا بورلي ديفرنشيتد. اللي واخده سكور قليل هيبقى ايه ويل ديفرنشيتد، اللي واخده سكور عالي هتبقى بورلي ديفرنشيتد. معظم سرطانات الثدي بتبقى في المجموعه الوسطانيه اللي هي مودريتلي ايه ديفرنشيتد. ايه دور الالتاسونوجرافي في البريست لامب؟ طبعا كلنا عارفين الالتاسونوجرافي بيحدد اللامب دي سوليد ولا سيستيك، وهو سكند اونلي تو ماموجرافي. طيب بيحدد سوليد ولا سيستيك، طب ايه تاني فوائد الالتاسونوجرافي في البريست لامب؟ طبعا لو السيست دي لها سموث مارجن وما فيهاش ثيك وول وراوندد اور اوفال ان شيب، دي معناها ان هي سمبل بناين سيست. معناها ايه سمبل بناين سيست؟ انما لو ليها الريجولار وول او رجعت بعد الاسبيريشن معناها ان هي سسبيشس سيست. فايده ثانيه للالتراسونوجرافي، ممكن يوجه الابره للبيوبسي تبقى جايدت ايه بايوبسي. ايه علامات تانية في الالتراسونوجرافي تقول ان اللامب دي بناين؟ لو اللامب دي طولها اقل من عرضها، طولها اقل من عرضها، يعني لو عرض اللامب اقل من الطول تبقى بناين، العكس تبقى مالجنت. يعني لو الالتراسونوجرافي بيقول لك اللينث بتاع تيومر اكتر من الويدث شك في ايه مالجنسي. ايه ميزه الالتراسونوجرافي؟ ان هو رخيص وبينلس وريبروديوسبل، ممكن يتعمل اكتر من مره، بس عيبه ان هو اوبريتور ديبندنت، يعني بيعتمد على الشخص اللي هو ايه بيعمله. طيب ايه دور الام ار اي في اللامب اوف ذا بريست او في البريست كارسينوما ان جنرال؟ الام ار اي بنطلبه لو الماموجرافي كان ساتل او اوكلت يعني ايكويفوكال، اطلب ايه ام ار اي. لو الست دي عامله عمليه قبل كده وفي سكار تيشو في البريست، الام ار اي ممكن يفرق لك ما بين السكار تيشو والتيومر ريكارنس، هل الورم رجع ولا لا. النقطه الثانيه لو الست دي بتعمل نيو ادجيفنت كيموثيرابي وعايزين نعرف الريسبونس بتاع الورم اللي في صدرها صغر ولا لا، الام ار اي من احسن الوسائل اللي تقول لك ان هو صغر ولا لا. طبعا لو الست حامل وعندها ورم في صدرها اطلب لها ام ار اي، لان ما فيش تعرض للاشعه، ده بيعتمد على المجال المغناطيسي. ولو البريست بتاعها دنس وبتفاضل انت ما بين الام ار اي والماموجرافي، قلنا الماموجرافي ايه ما بينجحش قوي في دنس بريست، فاطلب ايه الام ار اي. يبقى دي وظائف الام ار اي في اللامب اوف ذا بريست او في الكارسينوما ايه ان جنرال. اوكي اوكي لو جات لك واحده ست ودي حالات نادره جدا، جايه بايه بكلكيع في الاكزيلا، يعني اكزيلا الليمف نود انلارج، وانت فحصت الثدي ما لقيتش اي حاجه، ما لقيتش اي حاجه في الثدي، ايه بقى الحاجات اللي هي مور اكيوريت وتقول لك ممكن يكون في حاجه في الثدي؟ الام ار اي. الام ار اي هو الانفستيجيشن اوف تشويس في الحالات اللي هي البريزنتيشن ايه اكزيلاري لامب نوثينج ان ذا بريست، اطلب ايه ام ار اي. اوكي طيب التريبل اسيسمنت انت كطالب لازم تبقى عارفه كويس جدا جدا جدا. التريبل اسيسمنت نعيده تاني، تلات حاجات اللي هو ايه، واحد هيستوري كلينيكال اكزامينشن، اتنين ايمجينج، تلاتة نيدل بيوبسي. الايمجينج لو تحت 40 سنة يبقى التراسونوجرافي، لو فوق 40 سنة يبقى الاتنين التراسونوجرافي وماموجرافي. اوكي النيدل بيوبسي يفضل الترو كات نيدل بيوبسي. ايه ميزة التريبل اسيسمنت ده في اي لامب اوف ذا بريست؟ لو التلات حاجات دول اجتمعوا ان اللامب دي مالجنانت فهم اكيوريت بنسبة 99.9، ولو التلات حاجات دول اجتمعوا ان هي بناين فهم برضو اكيوريت بنسبة عالية جدا. اهميته في ايه بقى؟ لو اي حاجة فيهم مش متفقة مع الحاجتين التانيين يبقى الماس دي سسبيشس وانت لازم تطلب اكسيجنال بيوبسي. يبقى امتى نطلب اكسيجنال بيوبسي؟ لو اي حاجه من الثلاثه دول مش ماشيه مع الحاجه الثانيه. اوكي المره الجايه ثانك يو فور واتشينج ذيس فيديو، المره الجايه هنتكلم على التيومر بايولوجي والمانجمنت اوف
carcinoma of the breast based on tumor biology. This is Dr. Baki from Egypt, professor of general surgery.